سنة 91، نعم، في عام 1990 28 4 بتاريخ 28 4 1991. نعم، الساعة 6 صباحا. نعم، في الساعة 6 صباحا. دخلت يعني قوات جيش. وين كنتي تساكني؟ بالبيت باليوم. وين ماما؟ بالبصرة قرمت علي. نعم، كنت أسكن محافظة البصرة قرمت علي، ناحية قرمت علي. اقتحمت قوات من أمن خاص. أمن خاص؟ أمن خاص من بغداد. قوات أو منتسبين من إنجاز الأمن الخاص قادمة من بغداد، قامت باقتحام دارنا. دارنا يعني دخلوا علينا بعنف. نعم. يعني دفعوا الباب ودخلوا. نعم. 6 الصبح يعني نايمين أطفال. نعم. أنا عندي 5 وأبوهم كنت قاعدة ويا عيالي أنا. يعني هم والدته واخوان صغار. نعم. فدخلوا علينا راسا يعني طوقون برعب خوف، يعني حتى يعني في سبيل ما لحقت نلبس حجابات. نعم. قاموا باقتحام الدار بصوره عنيفه، وكنا نسكن مع اهل زوجي في ذلك الوقت، وقاموا بعد ان قاموا من محاصره الدار قاموا باقتحامها بعنف. نعم. بعد راسا يعني دخلوا للبيت فتشوا غراضنا فلشوهم. كان اخو زوجي عنده محل مال بنشرتيه ضام ما عندنا بالغرفه كله حمله. شنو اغراض يعني مكان ما شاب مال محل بنشرتي. نعم. نعم. قاموا بتفتيش دارنا بالكامل، يعني فلشوا الكنتور اغراضي، يعني قاموا بتحطيم الاثاث العائد لنا، اذكر على سبيل المثال الديلاب بين قوس الكنتور العائد لي، وكذلك قاموا بأخذ بعض الحاجيات التي جلبها شقيق زوجي إلى الدار، وكان هو صاحب محل لإصلاح الإطارات السيارات، وبين قوسين اكتب بنشرشي. قاموا بنقل جميع المواد التي أحضرها إلى الدار وأخذها معهم. نعم. يعني قاموا يعني أنا بالنسبة لي يعني طفل، عندي طفل صغير مواليد 90 شايلته على ايدي، يعني ما لحقت. اجوا يدوني يضربوني، شافوني ابكي اجوا ضربني وحط البندقيه هنا الشرطي. نعم. حط البندقيه وقال لا تبكين، ترى ضربت بهاللحظه. نعم. انا كنت ابكي، كنت احمل طفلي الصغير على صدري، وقام احدهم بسحب البندقيه وضعها في صدري قائلا انني سوف اقوم بقتلك اذا ما استمريتي بالبكاء. اي لا لا تبكين، يعني انتم مجرمين. نعم. انتم خوانه. نعم. وزوجي وقد اخبرونا باننا من المجرمين الخونه. نعم. زوجي رجال متسالم، يعني موظف حكومي بحار، يسافر للخارج كل 6 أشهر مرة، ويعني بديت اللحظة توا جاي من الخارج بحار، يعني هو مسالم ما عنده أي شيء. كان زوجي يعمل بحارا، كان مسالما، كان يعني ما عنده انتماء سياسي، ما عنده يعني من تلك الأحزاب دينية، لا أبد. رجال مسالم يسافر للبحر ويرجع كل 6 أشهر مرة، يجينا يعني أكثر وقت يظل عندنا 15 يوم أو 10 أيام ويسافر. نعم. كان بواخر يعني. نعم. كان زوجي يعمل في البواخر، كان يسافر لمدة 6 أشهر ويحضر 5 أشهر، يسافر لدول 5 إلى 6 أشهر تقريبا. كان يحضر إلى دارنا لمدة 10 إلى 15 يوما تقريبا، وأؤكد للمحكمة أنه لم يكن ينتمي إلى أي حزب سياسي أو ديني، ولم يمارس أي نشاط سياسي ضد السلطة في ذلك الوقت. أبد، يعني باخرة الإدريسي صاعد بيها، باخرة ابن خلدون صاعد بيها، باخرة ابن سينا، يعني جميع البواخر هو صاعد عليها وأسأله. نعم. ما عنده أي شيء، كل شيء ما عنده. نعم. رأسا يعني ما نحس إلا كانوا إخوانه عنده صغار صعدوهم كلهم 6،
وياهم سيارة يعني طوقه وبيتنا كله يعني قاموا باعتقال زوجي. زين كان يصلي رجيج؟ نعم يصلي صلاة عادي. اي هذا كان قاموا باعتقال زوجي وقاموا باخذ اخوتي الصغار معه. الصغار بعدين جد كم واحد؟ هم ثلاثة. بعدين نزلوهم واحنا مضلينا نبكي وطلعنا وراهم بالباب. وهذا جد اعمارهم؟ نعم جد اعمارهم صغار يعني جد اعمارهم يعني 15 اخر يعني الصغير 15 عمره. نعم. والاكبر من عنده وشوي الاكبر من عنده. بس بعدين نزلوهم. نعم. كان اصغرهم بعمر 15 سنه وكان الاخر اكبر منه قليلا يعني. نعم. وبعدين قمنا بالصراخ والبكي. انا ووالدتهم قلت له انت ليش يعني تاخذون ابو عيشتنا؟ والدته توفت هسه. قلت له ليش تاخذون يعني هو هذا ابو عيشتنا ما عندنا احد. وفعلا يعني صدق ما عندنا احد غير. قال له حجيه احنا ناخذ ابو عيشتك لان انتم خونه. وبهاللهجه يعني قال هو امن خاص لابس مدني وبيده مسدس يعني مو عسكري مدني لابس. قال له ماكو هذا اصبعك يعني بهاللهجه اصبعك هذا اذا عاب شو تسوي له؟ ذبيه لو ما ذبيه؟ فهذا نفس المواصفات ابنك. بينما يعني هو ما عنده اي شيء. نعم قمنا بالصراخ والبكي فقاموا بترك الاولاد الصغار. ايه؟ واخذوا زوجي. ايه؟ ناخذ زوجك ابو عيشتك حتى تتحطمي. عند توسل والدته بهم وأخبرتهم بأنه المعيل الوحيد هو فعلا يعني لها أخبروها بأن الأصبع الذي يكون عائبا أن علاجه الوحيد هو القطع. نعم فعلا يعني ونحن سوف نقوم بقطع. نعم كان الرجال الذين اقتحموا الدار يرتدون الزي المدني وياهم جيش حراسة وياهم. ماما جيش لابسين خاكي لابسين زيتوني ايش لابسين؟ لا لابسين زيتوني وياهم هذا الكبير اللي يحكي ويانا لابس مدني. يعني هذول كلهم هم لابسين زيتوني بس هذا ابو المسدس البيده اي وياه اثنين ورا واقفين همين مدني بس الباقي. نعم كانوا هناك. نعم كانوا ثلاثة رجال يرتدون الزي المدني. كان الشخص الذي عرفنا بأنه هو كبير المجموعة كان يرتدي الزي المدني ويحمل بيده مسدس. أما البقية وخلفه يقف اثنان مدنيين والبقية كانوا يرتدون الزي الزيتوني. فتشوا ورشاشات بديهم يعني أخذوا زوجي. أخذوا بعد أنا زتيته للباب. زتيته يعني أباو عليه ركبوه. شاهدت يعني شخص من المنطقة ملثم جاي وياهم. فقلت لوالدتي قلت لها أنا هذا الشخص شاكة بي يعني شخصيته وهاي. قالت متأكدة؟ قلت لها إيه متأكدة. فمن بعدين قالت خلاص بعدين يعني زاحمون أذون عيشتنا. كان معهم رجلا ملثما. أنا شككت بأمره كونه من أحد أبناء منطقتنا من المنظمة. نعم منظمة يمنى منظمة مال حزب البعث. كان منتسبا إلى منظمة حزب البعث في منطقتنا. وأنا أخبرت والدة زوجي بشكوكي. نعم استمرت بعد اعتقال زوجي استمرت المضايقات والملاحقات حتى خيمة خلوا قبال بيتنا. قاموا بوضع يعني يعني حتى أنا من أطلع أروح بالسوق أشوف الناس يعني تباوع لي يعني سمعت يحكون علي مرت الخائن يعني انا هو زوجي ما مسوي شيء وانا يعني شنو ذنبنا احنا ذنب سويناه شنو يحتون علينا هيك يعني وعانينا الكثير كثير يعني 13 سنه نعاني انا عاني وعندي 5 اطفال. قاموا بوضع خيمه امام دارنا. زيها شنو الخيمه يما؟ خيمه مراقبه. يعني من بيها؟ ما نعرف يعني بس سمعنا بان هاي المراقبه لكم بعدين من طاح النظام. يعني احنا مراقبين. كان الغرض من وضع هذه الخيمه فيها اشخاص يقومون بالتجسس على دارنا وقد علمنا بعد ذلك بعد سقوط النظام بان كان هذا واجب الافراد في هذه الخيمه والتجسس على علينا. لان انا ما يعني ما عندي اطفال ما اقدر اطلع. كنا عندما اخرج الى السوق
كانوا يسمعونني بعض الكلام، الناس كانوا ينادونني بزوجة الخائن. ما أحكي، ما يعني ما أقدر أحكي لأن مكسورة الجناح، عندي أطفال 5 صغار، يعني الكبير عمره 10 سنين. ذاك الوقت؟ ذاك الوقت يعني كان لدي 5 أولاد. 4 أولاد وبنت واحدة. نعم، 4 أولاد وبنت واحدة. كان كبيرهم في ذاك الوقت؟ إيه، البنت 10 سنوات عمرها. كان بعمر 10 سنوات والبقية أصغر. البقية أصغر، 82 84 87 مواليدهم. نعم. لحد 90. نعم. على إيدي عمره 6 أشهر من إجا وأخذوا أبوه. يعني أروحان أطلع، مثل قاموا يعني يجيبون أمتعة يعني للفقراء، أخذ ابني وأروح، يعني ما عندنا عيشتنا، يعني ما عندي، بعت ذهبي، بعت يعني حتى الفراش النام عليه بعته، وقمت أفرش بطانية ينامون عليها أولادي، ما عندي يعني أي شيء، لا عيشة ولا أي شيء. ظلينا 13 سنة على هالحال، لا راتب، زوجي هو موظف، أخاف أطلع وما أندل مرة، يعني أنا ما عندي أي أحد، ما أندل ولا الطريق ما أندل. كانت ظروفنا صعبة جدا بسبب اعتقال الزوج. نعم. لم يترك لي أي شيء، قمت ببيع كل ما أملك من مخشلات ذهبية. نعم. من أثاث، من حتى الفراش، فراش كنا نفترش والله العظيم واحدة. حتى ملابسي والله العظيم. نعم. وكذلك قمت ببيع ملابسي من أجل أن أوفر لقمة العيش لأولادي. اي والله العظيم. كنا نفترش بطانية واحدة كنا نمتلكها، نضعها على الأرض وننام عليها. نعم. سنة من السنين بس ما يعني تقريبا وراء الأحداث جانا شخص يقول أنا من بغداد. نعم. يعني بس ما نعرفه، بس شخصيته أعرفها لحد الآن، يعني طويل ضخم. والله أنا أبو يعني ياسين بأن زوجتك يعني كانت والدته موجودة قبل لا تموت. نعم. موجود بالرضوانية. نعم. وأنا أريد فلوس حتى أوصلكم إليه، وإن شاء الله أطلع أخليكم شاهدوا، يعني أطلع لكم أو تشوفونه. فإحنا صدقنا بعد، تدرون بعد حضراتكم يعني الغرقان على قولة المثل، الغرقان يتشلب بالعود. لا. احنا يعني ما نعول يمتى يعني نحصل من عدة اي شيء. فبعد تدروا ما عندنا شيء، عندنا نملك كرمون حيوانه، فبعناها وانطيناه 100 ذاك اليوم، 100 يعني ورا تقريبا كم سنة، يعني عقب ما سمعنا بيه طلعوا جماعة اخذوا وياه من المنطقة، طلعوا من السجن، بقى 14 يوم بالبصرة، وبعدين نقلوه لبغداد الرضوانية. هاي شو وقت إجاك هذا الرجال؟ الرجال بعدين برج قل من اعتقاله؟ تقريبا 5 سنين. 5 سنين؟ 5 سنين. وبعد اعتقال زوجي بمدة 5 سنوات حضر إلى دارنا رجل كان طويل ضخم الجثة. يقال اننا اذا ما قمنا باعطائه مبلغ من المال، ما طلب ايش قد، ما حدد المبلغ. 100 دينار. 100 كانت قبل ال 100. 100,000. اي 100,000. نعم. يعني طالبه مبلغ، بعنا ثلاجه، بعت ثلاجه انا عندي يعني مبلغ قدره 100,000 دينار في ذلك الوقت. اي كان مبلغا كبيرا. كبير. واننا لم نكن نمتلك هذا المبلغ والله ما ناكل، يعني كنا نملك حيوانا. اي والله قمنا ببيعه. وكذلك كنت أملك ثلاجة. ثلاجة ومحبس ذهب بعته، يعني آخر شيء باقي عندي لقيته من عقب ما يعني من خربوا وفلشوا الغلاط. نعم. وكذلك قمت ببيع ثلاجة وخاتم من الذهب، كان آخر ما أمتلكه. قمت ببيعه من أجل توفير هذا المبلغ، وقمنا بإعطائه إلى هذا الرجل كما أخبرنا حتى يقوم بإطلاق سراح زوجي، أو على أقل تقدير يعني يترك لنا أو يفسح لنا المجال. أمل. لمشاهدته حتى نطمئن على وجوده على قيد الحياة. بعدين من طلعوا جماعة من يمهم
فترة قليلة طلعوا من يمهم. وبعد ذلك تم إطلاق سراح مجموعة من أبناء منطقتنا. شخص اسمه شيخ غانم. هسه توفى. من طلع راحوا ولا جماعة سألوه، يعني مو إحنا عائلتنا من غير عائلتنا، فذكر لهم بأن هذا الشخص مات بالتعذيب ياسين لفت حاجة. فقال لا تقولوا للعائلة إحنا نخاف نحكي. بعد أن تم إطلاق سراحهم كان أحدهم يدعى الشيخ غانم. شيخ غانم بني أسد. يعني هو معمم؟ لا شيخ عقاب متشفيه. بس هو شيخ. نعم. شيخ العشيرة. نعم. شيخ نعم. عشيرة كان بني أسد. كان الشيخ غانم. وبعد أشخاص. الأسدي قام بمراجعة بعض الأشخاص استفسروا عن المعتقلين، فأخبرهم عن مجموعة من المعتقلين من ضمنهم زوجي. في معتقل الرضوانية. نعم أخذونا. نعم. بعدين من طاح النظام سقط النظام، بعد أنا تجي بعد كبرت وقمت يعني أطلع للسوق أسوق أجيب أولادي، فشخص أسوق من عنده يعني مدة الاستمرار، فسمع يعني أخذ من عنده أغراض اشتري من عنده، بس قلت له انا يعني اخذ من عنده قسم واخلي قسم علي. قال مو مشكله. قلت له انا بعد هاي حالتي وهاي حالتي. قال ما يخالف. فيعني مده الموضوع قال اثاري مسجون وياه وكان طالع، بس شني ما انعرف. نعم. وبعد سقوط النظام تعرفت على احد الاشخاص، كنت اقوم بشراء احتياجاتي منه، وعلى ما يبدو انه كان معتقلا مع زوجي. وين؟ بالبصره ولا بالرضوانيه؟ لا بالرضوانيه بغداد. كان معتقلا معه في معتقل الرضوانيه في بغداد. نعم. قال انا بعيني، انا هاي دمي بعيني هاي شفته. طلع من التعذيب يعني انا بعيني شفته، وشال بلوكه وذبوه على صدره. نعم. وراسا يعني اجي لازم بالحياه وطاح قيع دم ومات. أنا بعيني شفته، وتردين وين ما تردين أشهد لك. نعم. قد أخبرني هذا الرجل بأنه قد تم كان مع زوجي في معتقل رضوانية، وقد شاهده أثناء التعذيب حيث قاموا بضربه بواسطة الحجر على صدره، وعندما نهض متكئا على الجدار وسقط بعد أن تقيأ دما. نعم. قال مات يعني. بعدين اجوا وقد توفي على اثر ذلك. ابن عمه كان وياهم يعني يقول حط يعني راسه على رجله وقام يبكي، بعدين يقول لفوا بطانيه واخذوا، وابن عمه هم خذوا وياه. يقول بعد ما شفنا اي شيء. لا هذا ولا هذا. لا هذا ولا هذا. يعني حتى جثه ما استلم. وقد اخبرني بان ابن عم زوجي ايضا كان معتقلا معه، وعند مشاهدته لزوجي بعد ان توفي قام جلس وأخذ بالبكاء عليه، فقاموا بأخذه هو أيضا، بعد قام نقل زوجي بواسطة بطانية، ولم يعرفوا مصير زوجي ولا ابن عمي. قال هذا أنا شفته. وهذه مشاهدات الرجل. قال نعم، وهو مستعد للأداء أداء شهادته أمام المحكمة. إذا طلبنا يجي؟ إذا طلبت؟ لا يعني مو اليوم. إذا طلب تاريخ لاحق بعد أنا أبلغه بعد. نعم. لا قصدي إذا طلب يجي عند استعداد. قال أجي. نعم. يعني مو بس هو واحد، هواي، بس أنا هذا أكثر شيء صور لي يعني صورة وصورة. نعم. أي عندك شيء بعد ماما؟ والله سيدي بعد حتى تشوفون يعني متضررين، يعني بيت ما عندي انا، بيت عيالي غرفه وهول. نعم. قاعده بي و12 نفر هم، لا عندي بيت لا عندي
راتب يعني كلش متدهورة الأحوال. نعم. ما شاء الله معك. نعم. تطلبين الشكوى ماما؟ نعم على صدام. نعم أطلب الشكوى ضد صدام حسين وعلي حسن المجيد وكل من ساهم بتدمير يعني. نعم. وكذلك زوجي وبيتي. كذلك أطلب الشكوى ضد علي حسن المجيد وكل شخص ساهم باعتقال زوجي وتدمير حياتي. وتدمير طبعا. بيتي. نعم. تطلبين تعويض ماما؟ نعم. وأطلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أنا لحقت منك ما عندي والله. نعم العظيم. التي لحقت بي. التي لحقت بي. ثبت السؤال من المحكمة يعني من واحد ماشي ماما عندنا السؤال اللي راح نعم. شلون عرفتي هذا جاز الأمن الخاص؟ نعم. شلون عرفتي هذا اجوا البيت ايش اخذوا رجلك من الأمن الخاص؟ ليش مو من الأمن؟ أمن خاص مو بغداد سمعنا يعني هم قالوا أمن خاص جاي يعني منين سمعتي؟ الناس يعني من ثبت سؤال قول لقد علمته من الناس يعني لأن هؤلاء الأشخاص الذين جاء الأشخاص الذين قام باتخاذ يعني زوجي هم علي حسن. من منتسبي الأمن الخاص وبحضور مجموعة من أبناء المنظمة الحزبية في منطقتنا نعم. وهذه العملية الاعتقال كانت بإشراف علي حسن المجيد. نعم. زين ليش علي حسن المجيد؟ زين مو يعني سمعنا هو يعني بالبصرة هو قائد بالبصرة. نعم كان قائد البصرة؟ اي كان موجود بالبصرة. وذلك لكون علي حسن المجيد كان قائدا للبصرة. نعم. نعم. زين هذا الملثم اللي اجى هو وياهم عرفتيه؟ عرفته بعدين اخذتني عمتي للسوق ام زوجي وقالت لي شوفي شفته وعرفته. بس قتلوا بدخلت الجيش بدخلت الامريكا للبصر. هسه قتلوا؟ قتل من قتله؟ قتلوا الامريكا. الامريكان قتلوا؟ اي قتلوا هم قالوا يعني احنا كنا انا كنت مسافره لاهلي بالقرنه ومن رجعت قالوا انقتل يعني بدخلت الامريكا للبصره. ما تعرفين من قتله يعني؟ لا اي ما بعد ذلك استطعت التعرف على اسم هذا الشخص البعثي الذي قام بالدلالة هو دل على زوجي لمنتسبين الأمن الخاص شو اسمه هذا؟ بعد سقوط النظام وبدخول قوات التحالف بعد جزاء نعم ما محتاجين منا شيء. نعم. إن شاء الله بوجود الله وجودكم أنتم. إن شاء الله. توفون الأيتام من الأرامل. ما عندي أحد غير الله وأنتم. سيد المدعم. سيد الرئيس. هل اعتقل أحد من أبناء المنطقة؟ نعم. هل اعتقل أحد من أبناء المنطقة ما عدا زوجها لدى دخول الأمن الخاص إلى منطقة برمة علي؟ نعم. الجيش الأمن الخاص دخل إلى منطقة. نعم فتمسا. ثبت سؤال من السيد المدعي العام. هل أن المفرزة التي حضرت إلى منطقة قرمة علي من منتسبي الأمن الخاص وبرفقة العسكر هل اعتقلوا شخصا آخر أم اعتقلوا زوجك فقط؟ نعم أشخاص هواي. نعم قاموا باعتقال أشخاص آخرين. منهم ابن عم قلت لك ويا ابن. من ضمن الأشخاص المعتقلين ابن عم زوجي. تقدرين تقولين اسمه ما تقدرين كيف راحتش أقطع الصوت بس اسمعنا قالوا فلان وكذلك أشخاص آخرين يعني أشخاص أنا سمعت باعتقالهم مع زوجي مع زوجي بس زوجي الوحيد انقتل ويعني توفى بالتعذيب ما تحمل يعني هو انقتل زين وابن عمه بعد لحد الان ماكو كل حاله يعني هو زوج صار اي نعم السيد المدعي نعم اساتذه ولا اي جثه استلم بدكم شيء ماشي اخذ راحتك شكرا جزيلا عليهم اهلا مرحبا
عندك؟ اي طلع مصور. اي ماشي طلع مصور. كاتب بالضبط نعم. ماشي. تعالوا شباب. علي حسن، علي حسن عندك عندك سؤال؟ ماشي ماشي جيب الأوراق. هاي حجة وصاية وقسم الشعر. نعم ماشي. هاي مصورة. مصورة نعم. الحقيقة عندي تدوها؟ نعم لا هي هاي نسخة طبق الأصل هاي. شكرا. هاي ماشي. هلا يما هلا. ماذا على الرابع؟ المشتفي علي بدون فعل. كاتب ضرب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس الجنسية. ماشي خلي السماعة بس الجنسية أريد. جنسية عندك؟ جنسية؟ ما تسمع؟ سمعي ثقيل. يعني حتى إذا أحكي اسمع تسمعني؟ قليل بس. كاتب بالضبط. ثبت. مواليد 52. سكنك وين؟ وين تسكن؟ محافظة البصرة قضاء القرن قرية المزرعة الزايدة. البصرة القرنة ناحية قرية المزرعة الزايدة. الزايدة نعم. مهنتك شنو؟ شغلك شنو؟ والله شغلتي أنا شكو على حسن مجيد. لا شغلك شغلك كاسب. كاسب زين. خذ قم اوقف خيدك على القرآن على المصحف قول اقسم بالله العظيم. اقسم بالله القرآن هذا القرآن. اقسم بالله العظيم بالقرآن. كيفاش ماستر قول قول اقسم بالله العظيم. اقسم بالله العظيم انا اشهد. انا اشهد واقول الحق. انا اشهد بالصدق كله. انا اشهد بالصدق كله. ولا اقول الا الحق. ولا اقول الا الحق. بارك الله فيك. استريح. شنو موضوع الشكوى مالتك؟ استاذ اسئلتك اسمع ظن رتب الرياض. شنو موضوع الشكوى مالتك؟ اسمع الوجه اسمع الثاني. شنو موضوع الشكوى؟ الشكوى مالتي استاذ احكيك اياها القصه بالبدايه لان كل سالفه لها مقدمات. تعرفوني كنت ابن الريف عيشته الوحيده هي الزراعه. قدموا الطلب زراعه محافظه البصره. ارادوا من عندي شروط تزكيه من الحزب وتزكيه من الامن ومن فيلق الثالث والفرقه السادسه. هاي كلها الامور حصلت عندي لانه انا ما عندي فد شيء. اعطوني الموافقه. حتى شو تصير؟ نعم؟ حتى شنو؟ حتى اصير فلاح. هو الفلاح ما رد لي. لا احنا عندنا بالبصره اكو شيء حكي. لازم موجود المستشفى كيف موجود المستمسكات. لازم هاي الشروط كلها الا اصير فلاح. المهم حصلت على العقد بسنه 1994. عقد زراعه قصدك؟ الزراعي. نعم. باشرنا بالزراعه.
نعم. هذه سنة؟ سنة 94. 94؟ 94. نعم. مقدمات الاقتصادية لها. فبال 94 أنت الواقع اللي جاي تشهد عليها. أشهد لأن ابني انقتل. ما يخالف، بها سنة انقتل ابنك؟ ابني انقتل بسنة 1914/2/1998. 98. 98. زين. وهاي المقدمات؟ هاي المقدمات راح أتركك فيها. زين. دقيقة علي. عندك موضوع يتعلق بال نعم. عندك موضوع الدعوة انتفاضة 91، إذا عندك معلومات تتعلق بال 91 تقدم لنا بها. اسمعني شوية. لا اسمعني، أنت اسمعني. عندك شيء يتعلق بال 91؟ لا مو هي، هي صارت إن شاء الله مالتي يعني بدت، هي مو القضية صارت مو بفد الأنفال المظلومين وبس الانتفاضة المظلومين. اكو يعني اكو ناس مظلومين عندهم شكاوي. لا لا اسمعني، انا ما عندي شيء بال 91. اسمعني، ما راح احلف قرانا. لا اسمعني، انت اولا خالف قران. حلفت قران ما اقول للحق. نعم تفضل حتى تكون بالصوره. انت اولا ابتعد عن الانفعال، واي واحد يشتكي اذا عندك ابنك معدوم بالتاكيد انت احد الناس اللي يعني مظلومه او كذا. لكن انا اسالك سؤال. تفضل. انت راسا هاجمت المحكمه تقول مو بس الانفال عندهم مظلومين ولا الانتفاضه عندهم مظلومين، اكو ناس وايد مظلوم ايضا مظلومه. احنا المحكمه مجتمعه هنا ومشكله حتى تنظر بقضيه انتفاضه ال 91، فهذا موضوعنا ال 91 الان. لكن شكوتك ايضا راح تسمع، وراح تكون هناك اكو دعاوى ثانيه راح تكون من ضمنها شكوتك في مكان اخر، يعني مو بهاي الدعوه. اذا تريد نسجل لك كلام، والكلام بعدين ما له قيمه قانونيه. ليش؟ لانه انت احنا بدنا نحاكم الجماعه المتهمين على احداث ال 91، من ندقق ونلقى قضيه ابنك من 98 نقول هذول الجماعه شنو لهم علاقه ب 98؟ ما لهم علاقه. فاذا ما راح نحكم لا عليهم بسبب ابنك ولا نحكم لك عن هذا الواقع، لان احنا مختصين بال 91. لكن دعوتك لها مكان اخر، اذا كانت هي بال 98 فلها مكان اخر، دعوه اخرى تقام. صار استاذ بس شي واحد بعد طلب واحد. نعم استفسار. زين قضيتي انا مشتكي على حسن المجيد، اكو محكمه غيركم تحاسب على حسن المجيد؟ لا لا هي محكمتنا، هي محكمه جنايه العراقيه العليا، لكن مو ضمن قضيه الانتفاضه، ضمن قضيه اخرى. ضمن قضيه اخرى. ماكو اشكال يعطوني موعد بالدعوه مالتي. مو هي دعوتك الى الان غير الدعوه مالتي، ما ادري شلون يعني رايكم انتم. لا لا مو تغير الدعوه، انما احنا قاعد نحاكم احداث ال 91، وانت دعوتك في لها تاريخ محدد يعني 98، فما تقدر تمزج بين الاثنين لان هاي ما لها علاقه بالانتفاضه. نعم فتقدر تتفضل. ماكو اشكال. تقدر تتفضل. وقلت مثل ما الشرح اللي شرحت لك اياه، يجي شكرا. وقت الدعوه مالتك تكون منظوره. انا راجع من هسه انا بالحاله هاي. انت راجع محكمه البصره، المحكمه اللي اديت باقوالك امامها، حتى يشرحوا لك بتفصيل اكثر، يعني يقولوا لك شو وقت تكون دعوتك محل نظر من قبل المحكمه. استاذ شريد الزيت علي. تفضل. نعم. مشكور. اهلا وسهلا. هذا على المشتكي. المشتكي الخامس. كانت بالضبط.
ملز؟ لا خير اسمع على كلام الله وقموك راح احكي اني ردي وراي راح احكي خليدش 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 واحكي وردي وراي قول اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم ان اشهد ان اشهد بالصدق كله بالصدق كله ولا اقوله ولا الا الحق الا الحق بارك الله بك ومرف ايدك شنو الشكوى مالتي شنو ما الشكوى مالتي اجى طب الجيش علينا نعم طب الجيش علينا بالانتفاضة مالت شلون شو ما اسم اجي ما رتب لها الميكروفون حتى اسمع الصوت خلي يساعدوك شو ما خلي يساعدوك اي مسالف اي طب الجيش علينا بالانتفاضه مال الشهر الثالث يوم 15/3 15/3 انت وين كنت تسكنين ساكنين البطحة وين بالبطحة البطحة وين صايره البطحة جايه من الناصريه شويه يعني تابعه للبصره لا تابعه للناصريه تابعه للناصريه اي من طب الجيش علينا احنا شردنا يما اقدر احتر اقدر احتر والله طاجي سيمان اكتب قررت
المحكمة تأجيل المحاكمة إلى يوم 4/9/24 رفعت الجلسة. One events or were they the accumulative number of refugees that even they joined these camps even after the you know the drying up of the marshes and other possible causes? The total number as a result of the uprising was around 95,000. الرقم الكامل والذي كان نتيجة الانتفاضة كان تقريبا 95,000 لاجئ. Subsequently, new camps were created in 1993-4 when the Marsh Arabs could no longer remain and had to go. ولاحقا تم وردت أعداد أخرى تم حساب أعداد أخرى عندما لم يتمكن سكان الأهوار العرب من البقاء لفترة أطول في مناطقهم وكان عليهم المغادرة. Very few aquaculturalists, water farmers in the 1991 block of refugees, and those who were there because their farmland had been, as I described, assaulted as a part of the uprising. وكان هناك عدد قليل جدا من مزارعي المياه في كتل اللاجئين التي كانت موجودة عام 1991 وأولئك كما ذكرت كانوا ضمن اللاجئين لأن أهوارهم كانت قريبة من المدينة وتأثرت بالاضطرابات التي تأثرت بها المدينة في ذلك الوقت. May I correct a previous statement? هل يمكنني أن أصحح إفادة أو عبارة سابقة؟ The earlier defendant declared that I was at the United Nations on the peaceful demonstration which did not happen in 1993. المتهم ذكر بأنني كنت في مظاهرة تظاهر سلمية في الأمم المتحدة عام 1993 وهذا لم يحصل. I now have my record. أنا الآن لدي سجلي. And he is mistaken on the date. وأيضا لديه التاريخ خطأ أيضا. I went to New York on Friday the 18th of December 1992. أنا ذهبت إلى نيويورك يوم الجمعة 18/12/1992. The meeting was hosted by two non-aligned members of the United Nations, Venezuela and Hungary. They were both in the chair. والاجتماع الذي حصل كان يترأسه اثنان من الدول غير المنحازة في الأمم المتحدة، فنزويلا وهنغاريا، وكانوا يترأسانه. Four permanent members of the Security Council came: France, Russia, UK, USA. China was not interested. أربعة أعضاء دائمين في مجلس الأمن حضروا الاجتماع: فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. الصين لم تكن مهتمة بالموضوع. And five other countries were represented. وتم أيضا هناك تمثيل لخمس دول أخرى. From the non-permanent rotating membership of the Security Council. من الأعضاء غير الدائمين، الأعضاء الدوارين لمجلس الأمن. They were Japan, India. اليابان والهند والباكستان. Djibouti. And Brazil. والبرازيل. The meeting lasted from 10:30 a.m. till 1 p.m. استمر الاجتماع من 10:30 صباحا وحتى 1 مساء. That is the accurate statement which will probably be available in the UN. وهذه هي العبارة الدقيقة التي ربما تكون متوفرة من الأمم المتحدة. May I comment on my responsibilities and why I chose to go to this area? هل يمكنني أن أعلق على مسؤولياتي ولماذا اخترت الذهاب إلى تلك المنطقة؟ Thank you. أي منطقة؟ What area you mean? The defendant commented as to why was I there, as far as I understood. You mean area of work, not area of geographically. In the marshes or in Iraq, in the area in the camps. Why was I there? ربما المتهم علق على لماذا كنت هنا ولأي سبب لفي تلك المنطقة الأهوار. مو هذا التعبير. Maybe he didn't say so. كان يعني إنه. He was saying. ذكر إنه هي اختارت منطقة. That you chose. ما بيها مخفر حدودي أو. مدخل رسمي أو معبر رسمي للدخول. دخلت المكان. Area that had no border checkpoint for you to go in officially. هذا قصده هو. This is what he meant. مو هيك؟
نعم فمو موضوع and the defendant confirmed what the judge has said. فلا ترغب تتحدث عن هاي النقطة خلت تتحدث ليش اختارت هذا المكان. If you want to talk about this, why did you choose an area ليش ما راحت على المعبر الحدودي no border patrol or checkpoint. My responsibilities as a member of parliament and a member of the European Parliament are large. No. إن مسؤولياتي كعضوة برلمان وعضوة في الاتحاد في البرلمان الأوروبي الأوسع. We vote on defence budgets. نحن نمارس التصويت على ميزانيات الدفاع. We observe and vote on how those budgets are used. نحن نراقب ونصوت على كيفية استخدام هذه الميزانيات. We vote on aid budgets. نحن نصوت على ميزانيات المساعدات. نحن نصوت ونراقب ونقترح على الكيفية التي ينبغي أن تصرف بها المساعدات. And we vote on foreign affairs matters of all descriptions. ونحن نصوت على شؤون العلاقات أو الشؤون الخارجية بجميع أنواعها. That is my work. هذا هو عملي. And therefore, I not only visit this region, but many, many other regions. ولهذا فلم أزر فقط هذه المنطقة ولكن مناطق أخرى عديدة. For example, I went to the Afghan, Afghanistan during the war then to see how the expenditure was being used. على سبيل whether my vote had been correct. على سبيل المثال فأني قد ذهبت إلى أفغانستان عندما كانت الحرب دائرة هناك لكي أعرف الطريقة التي كان يتم من خلالها صرف التخصيصات وفي ماذا كان تصويتي في الاتجاه الصحيح. In Western democracy, this is the responsibility of members of parliament. I and my colleagues of parliaments, European parliament, we visit everywhere we can find a way in where our funding is being used. في الديمقراطيات الغربية هذا الموضوع يمثل مسؤولية لأعضاء البرلمان. أنا وزملائي في البرلمان وفي البرلمان الأوروبي نذهب إلى كل مكان نستطيع زيارته لكي نتأكد من أن اختياراتنا أو أن تخصيصاتنا تصف في المجال الصحيح. The same is true of the British Parliament. والأمر بذاته ينطبق على البرلمان البريطاني. Where the responsibility on the members of parliament is even greater. حيث أن المسؤوليات أعضاء البرلمان هي أكبر أيضا حتى من ذلك المذكور. From 1987 until today, I've been an elected member of a parliament. ومن عام 1987 وحتى هذا اليوم أنا كنت على الدوام عضوة منتخبة في برلمان ما. And secondly, and even more importantly, we have responsibilities for human rights. والأمر الثاني وربما الأمر الأكثر أهمية هو أن لدينا مسؤوليات متعلقة بحقوق الإنسان. And for the implementation of the UN conventions, including the Convention on Genocide. ولتطبيق اتفاقيات الأمم المتحدة وبضمنها الاتفاقية المتعلقة بالإبادة العرقية. We have a public duty to go and see. لدينا مسؤولية عامة للذهاب والاطلاع. And I heard the genocide might be happening. And the obligation on all of us with the 1947 convention is if that is the case, we have the obligation. وأنا سمعت باحتمال حصول عملية إبادة عرقية وعلى هذا الأساس فكان هناك واجب على كل منا من الموقعين بأن نذهب ونستطلع. نعم. حول موضوع الطيران. الطيران حرم على الطائرات ثابتة الجناح على العراق في العراق منذ وقف إطلاق النار في 28/2/1991. نعم. وحينما أصبحت كركوك مهددة لاحتلالها من قبل البيشمركة، أنا أصدرت أمر لسحب الطائرات العاطلة نقلا عن طريق سحبها بالجرارات الزراعية والصالحة تقلع من كركوك تنزل في كلية الطيران في منطقة البيجي. المسافة بين بالطائرة المقاتلة بين كركوك وبين هذه القاعدة لا تزيد عن 17 دقيقة فقط، وكانت عندنا 4 أو 5 طائرات فقط اللي صالحة في حينه.
فأقلعت هذه الطائرات واحدة تلو الأخرى، وأسقطت أخيرها الرابعة أو الخامسة في الطريق من قبل طائرات الحلفاء التي كانت تخيم على العراق، علما أن المنطقة الجنوبية الكوت خارج جنوب الكوت، ولا عندنا مطار يصلح إلى الطيران حتى بما في مطار كركوك. أقلعوا على التاكسيوي وليس على المدرج المخصص لهبوط ونزول الطائرات. فمعناها، وهذا ترجعون عندكم وزارة الخارجية تطلبون منهم متى أوقف طيران ثابت الجناح، ومتى أوقف طيران جنوب الخط 32، ومتى أوقف طيران شمال الخط 36، وإلى الخط 30، ومن ثم إلى آخره. عندكم ترجعون على الأسئلة. نعم. شكرا للأسئلة. تفضل تفضل. تأتي شهادة الشاهد اليوم، تأتي شهادة الشاهد اليوم بعد سماع المحكمة لعدد كبير من إفادات مشتكين أدلوا بما شافوا وسمعوا خلال تلك الأحداث. نعم. بعض هؤلاء المشتكين والغالبية من عندهم متضررين من الأحداث، إما كانوا داخل العراق وبعضهم كانوا خارج العراق. انصبت، تكاد تكون شهاداتهم جميعا انصبت. لا انت حتى تكون بصراحة اترك اللي قالك. انت اذا عندك شيء هسوي الشاهد. نعم، ويا الشاهدة. نعم. انصبت شهاداتهم جميعا على ان ما حدث في تلك الفترة كان عبارة عن مداهمات لبيوت او اماكن محددة بقوة صغيرة من جهات مختلفة. نعم. هذه المداهمات يعني اشتركت فيها جهات متعددة، لم يكن هناك عمل نطاق واسع، ولم يكن استخدام للطائرات كما ورد بفادتها. نعم. أو سماعها هي بفادة، أن هي المرة ما قالت أنا شفت وأنا ما قالت سمعت. نعم. لم يشر أي متهم إلى استخدام أسلحة دمار شامل. مشتكي قصدك؟ مشتكي مو أي مشتكي. نعم. أي مشتكي. نعم. وهؤلاء المشتكين قسم من عندهم كانوا خارج العراق وقسمهم داخل العراق. نعم. السيد رئيس المحكمة، أسلحة الدمار الشامل أحد ميزاتها الأساسية تولد حالة من الذعر ولا يمكن إخفائها أبدا، إضافة لأنه لم يرد بأي شهادة من بأي قول بأي مشتكي. نعم. بأنه هو شاهد طائرات مقاتلة تقصف. نعم. ولم يشاهد أي من عندهم، ولم يرد بأقوال أي من عندهم ذكر لأي طائرة سمتية تقصف. نعم. عدا واحد على ما أتذكر قال شفت جت طائرات في منطقة قضاء شط العرب أي التنومة من جهة إيران، وما قال كانت ترمي. نعم. وهذا منطقي لسبب بسيط. نعم. يعني البصرة قريب منطقة قريب خط وقف إطلاق النار. نعم. ومحرم على العراق استخدام الطائرات أو الطائرات السمتية لهذا الغرض. نعم. وعليه يترك المحكمة المقررة يعني تقييم ما ورد، دقة وصحة ما ورد بأقواله. شكرا جزيلا. نعم. أكو أحد عنده؟ ماشي تقدر. نعم تفضل. السيد رئيس المحكمة، للتوضيح وليس سؤال. نعم. السيد الشاهد، عنوان المحكمة اللي ترأسها حضرتك المحكمة الجنائية. نعم. الثانية العليا، أعتقد والتقدير متروك لحضراتكم. السيد الشاهد استعرض كلام وأغلبه للجانب السياسي. نعم. ما راح إلى شيء جنائي محدد، وأغلب الكلام هو سمع، فأترك هذا التقدير بس لحضراتكم. شكرا. عندكم شيء بعد؟ ماشي خلت أخذ واحد. You may be
You may leave. Unless you have something to add. قررت محكمة تأجيل المحاكمة إلى يوم 21/10 وفاة الجلسة.